ناخذ معنا ملكه من الدار البيضاء. الو الو سناء. وعليكم السلام. مرحبا ملكه. عليك بخير. الله يبارك فيك. الحمد لله. بارك الله فيك. مبروكه علينا وعليك الصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيك. هذا نعطيك داك اللي قلت لك صحي. اييه واخا طلبوني السيدات ونعطيك واحد الخبيزه تاع عمري تفاح الدجاج زوينين. اييه الى بقي الحال. واخا ان شاء الله. يلا تفضلي. نبداو بسلو ديال الدقيق ديال القمش اللي كتكون فيه ديك الحمره الرقيقه. كنحمرو في الكوكوط وكنغربيو. ايه وعندنا رابعه ديال الصوجة محمرة ومطحونة. ايه ومغربلة. ورابعه ديال إيلان محمر ومطحون. ورابعه ديال زريعة الكتان كنطحنوها بلا تحمار وكنغربلوها. ايه ورابعه ديال الدقيق ديال الشعير محمر ومطحون ومغربل. ورابعه ديال اللوز اللي كندهنوها بالزيت وندخلها الفران شويه دقله وكنتنهر مشوه. ورابعه ديال الزنجلان محمر ومطحون. ومعلقه ديال القرفه البلديه ومعلقه ديال النعفاع ومعلقه ديال حبه حلاوه وعندنا واحد شويه ديال المسكه اللي كندقوها مع شويه سنيده. وعندنا كاس ديال زيت ارقان. بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش ارقان صافي يديروا الزيت البلديه، يعني زيت ارقان عطات شي واحد لوكو زوين. ايه واخا نغيرو. ناخدو ديك الزيت البلديه وكنديرو لها شويه ديال العسل، ندوبو العسل ونخلطو معاها ونعجنو به مكونات كاملين. هذا هو الفقاد اللي كاينين. ايه وراه كيجي زوين وكندلكوه وصحة وراحة. تعجن. ايه مزيان يتخلط. هما المكونات اللي كاينين فيه. واخا. وجا فعلا جا زوين بهذاك الارقان. ايه